يعني نحن نعرض في هذا البرنامج حقائق. من مثل هذه الحقائق أنه الكنيسة المصرية بترد وبتقول يا جماعة مفيش أي كنيسة أقيمت على أرض مغتصبة، مفيش أي كنيسة. فين الخبر بتاعها؟ ممكن نجيبه دلوقتي وأوريه لحضرتك. رد الكنيسة، أولا كويس أن الكنيسة ترد، بدأت ترد، كانوا بيعملوا ودن من طين ودن من عجين زي السيسي. السيسي رد على الديون ورد على ليبيا وهيرد على حاجات كتيرة والمساجد. بقى دور الكنيسة، ده بيان كتب من الأمن لأنه لازم ترده، كده منظر السيسي بقى وحش. يا حبيبي نقر بعض القواعد هنا في هذا البرنامج وفي غيره. عشرات المرات قلت لك أنه الدولة ملزمة تبني دور عبادة للناس. في الدولة المحترمة اللي نحن نسعى إلى بنائها، هؤلاء الأقليات هم مواطنين بحكم القانون والدستور، أقليات الدينية يعني، في أغلبية مسلمة وفي أقليات موجودة في كل الدنيا. بيقول لك ما هو في نيوزيلندا بيبنوا مساجد للأقليات المسلمة، صحيح؟ تقول لي ده المسيحيين مش أقلية، بالنسبة للعدد هم عدد قليل، قليل بالنسبة للمئة مليون، لكنهم مصريون قبل أن يكونوا عددا ولو كان واحدا. عاوز يعبد ربه يعبد ربه، مفيش كلام، أنا مش مختلف على ده. لماذا تلجئه الدولة لكي يتخذ مسكنه كنيسة؟ ده موضوع تاني، ده موضوع ظلم وحيف، ولا بد أن نقول أنه ظلم لهؤلاء، مفيش كلام. إذا ما قررت الدولة أنها تعامل أي مخالفة مباني على مسجد على أرض زراعية وبتهد بيوت الناس، فرأت أن هناك 200 كنيسة مخالفة، فهنا القرار يمشي على الكل. تقول لي هتهد الكنائس على دماغ أصحابها؟ لا ما بهدش، ده أنا بقول لك أنه ده لا يجب، لأن أنت إذا شرعنت إبقاء المخالف على أرض مخالفة وديته تصريح، تبقى راجل بتشجع دولة اللا قانون. طب تعمل له إيه؟ تعمل زي ما أنت بتقول، هباخدك وأحطك في حتة تانية، خده وحطه في حتة تانية، حقه. أما إن الكنيسة ما بنتش على أرض يعني مغتصبة، فده كلام الحقيقة أربأ به إنه كهنة الكنيسة يقولوه، لأنه في الحالة دي أنت بتكذب والرب يزعل منك. الرب يزعل منك، هوريك الفيديوهات تاني، فيديوهات الراجل اللي طلع وقال إحنا بنينا على أرض زراعية مخالفة، هو اللي قال مش أنا. فلما تيجي حضرتك تقول لي بخصوص التي رددتها إحدى القنوات المعادية للدولة، لسنا معادين للدولة، والمعادي للدولة هو توادرس وكل نظام الحكم، لأن توادرس ليس رمزا دينيا. عارف إن في بعض الناس بتزعل، بس أقول لك الحقيقة إن توادرس زيه زي جمعة، زيه زي المفتي، زي كلهم، لا يمثلون الدولة وليسوا رموزا دينية. طلع من دماغك الحكاية دي، هؤلاء رموز سياسية. خلاص خلينا نتفق. وبعدين مش انا اللي قلت له يقول هذا الكلام، احنا بقى معادين للدوله؟ لا، احنا نحن مناوئون للانقلاب ومقاومون للاستبداد، نحن قنوات محترمه ترعى مصالح الوطن وتدافع عنه، ولم نفعل شيء وندفع الثمن ونحن راضين بالمناسبه، هذا يعني قضاؤنا وقضاء. اما الدوله نحن رعاتها ونحن حماتها ونحن الذين سيبنونها، نحن من سيبني هذه الدولة، صح يا استاذ؟ مش تعالى بقى وبتقول لك القناة المعادية لتحول بث الفتنة بين ابناء الشعب المصري، معلش صحيح غلط يا سيادة ال ما اعرفش مين اللي كاتب البتاع ديت، بس مش مشكلة. وبعدين استخدمت في ذلك تصريحات لاحد الاباء الاساقفه بشكل ينطوي على مغالطه بعد ان تم اجتزاء هذه التصريحات والتي قيلت قبل صدور قانون بناء الكنائس. طيب التصريحات دي اتقالت قبل القانون، حلو. انا ما بكلمكش انك الكنيسه قائمه صح ولا غلط، انا بكلم الراجل عبد الفتاح السيسي، حد بيقول لي ما تقولش عليه راجل، عبد الفتاح السيسي اللي بيقول انه ضد اي مبنى للدين وللمساجد تتبنى على ارض مغتصبه. بيقول لهم هتروحوا من ربنا فين؟ ده نفس الكلام، وبيهد البيوت على دماغ صحابها اللي اتبنت من وقت سابق باثر رجع، يعني هو بيهد البيوت على دماغ الناس ليل نهار من وقت سابق. يبقى انا ما طلبتش هد الكنيسه، انا بقول لك انه تجاوز وغض الطرف عن الكنيسه لغرض سياسي. بص اسمع،
ايه عبد الفتاح السيسي لا بيحب الاسلام ولا بيحب المسيحيه ولا بيحب اليهوديه ولا بيحب حد، عبد الفتاح السيسي بيحب نفسه. اوعى تفكر انا انا ضدك، انا معاك، بس انت فاهم غلط، فاهم ان انت تقف مع السيسي ضد الثوره وضد المصريين وضد الاسلاميين وضد الاسلام وضد الاخوان تبقى عبيط، وتبعت رسائل بقى على الايميل وتشتم في النبي محمد تبقى عبيط قوي واهبل قوي. وهجيبك، هجيب مين عارف انا الاسماء والحاجات دي تقدر توصلها ب 10 دولار توصلها بطبيعي جدا، تطلب من جوجل ومن ياهو انه يعني طبيعي انك تعرف هو مين الشخص اللي بيبعت الكلام ده. ادي واحد. وبعدين هو القانون الذي وضع شروطا واضحه لبناء الكنائس تلتزم بها الكنيسه التزاما كاملا. مش صحيح؟ مش صحيح. الكنائس بنيت واخذت ترخيصا، حلال عليك، لكنها كانت مخالفه باعتراف القس. اذا القسيس غلط وطلع قال انا غلطان يا جماعه انا موافق، يطلع يقول انا غلطت، ما كانش صح كده، ونبقى اعزلوه بقى لانه كذاب. انا اسف يعني لو طلع ان هو كذاب. يعني يعلمون ان الكنيسه المصريه تحترم الدستور والقانون، كانت وستظل من اول الداعمين للمشروعات القوميه في الدوله. انا مش فاهم يعني ايه المشروعات القوميه في الدوله داخلها في الموضوع ده. يعني هم جم طلبوا منكم حاجه على طريق وشلتوا لهم كنيسه؟ ابدا. اللي حصل ان هو هدوا المساجد اللي على الطرق، مفيش كنيسه اتلمست، وانا مش عاوز كنيسه تلمس ولا جامعه تلمس، عاوز افكر المهندسين ان هم يفكروا في طرق تتلافى بناء تتلافى المساجد القائمه، ونبدا من جديد زي ما بداتوا من جديد مع الكنيسه. طبيعي جدا. وبتعلي شأن المصلحة، وتشهد الكنيسة أن قيادة الدولة الحالية تقف على مسافة واحدة من التعامل مع كل أي تعدي للقانون، فلا يوجد فرق في التعامل. والله ما حصل يا ابني، طب ما أنتوا بنيتوا غلط وما وقفتش حاجة. ده احنا جينا في الزمن اللي بقت الكنيسة هي اللي تقول للمسلمين أنه عبد الفتاح السيسي بيعملكم زي ما بيعملنا. يعني زمن ده زمن أغبر قوي، زمن أغبر فعلا يعني. وتؤكد أنه لا يوجد كنيسة مملوكة على أراضي مملوكة للدولة إلا تلك التي خصصتها الدولة للكنيسة وفقا للقانون، وذلك في المدن الجديدة فقط. أكيد مش صحيح. الأراضي الزراعية التي تحدثت عنها القناة الكاذبة، مش صحيح إن هي قناة كاذبة، ولا صحيح إن دي مش إحنا تحدثنا، وده اللي بقول لك عليه. نحن لم نتحدث، هوريك الفيديوهات ده. هي أراضي زراعية أهو، إيه عيال لي على الزراعية عود على المالح. وضمت الى كردون المدينه والقرى، وما زالت الى هذا اليوم لها هذا المسمى في الاملاك اراضي زراعيه، فهي املاك خاصه لاشخاص وليست ملك للدوله. الله اكبر، هوريك بقى املاك الدوله دلوقتي. جميع الكنائس المتضمنه مش عارف ايه قدمت لتقنين اوضحها. طب ما المساجد تقدم لتقنين اوضحها، ما البيوت اللي مبنيه تقدم لتقنين اوضحها، ايه المشكله؟ ليه بيتهدي البيت وتهدي المسجد ولا يتم الحرص عليها بانها تقدم تقنين اوضحها؟ مش فاهم انا. يعني المساجد ملهاش رب يعني مثلا؟ البيوت اللي بتقع على دماغ الناس دي زي ما هوريك وعلى حسابهم. دول البيوت دي مش المفروض ان الدوله تراعي كده؟ يعني شوف انا هوريك القصه وانت ايه يعني هسيبك لضميرك. نحن لا نتمنى الا الخير لكل الناس، ونتمنى ان تكون هناك دور عباده وتكون دوله قانون، لكن بادئ زي بادئ وعلى بلاطه. دوله قانون غير موجوده عند العسكر، لا توجد دوله قانون ولن توجد دوله قانون. وكل من ركب في ركاب العسكر حصل على امتيازات سيضطر يجيبها دم. انا بقول لك بالامانه، وهو مش هيسيبك، هو بيلعب معاك اللعبه دي. السؤال بس بسيط قبل ما اعرض لك الفيديوهات، هو عبد الفتاح السيسي يعني مرعيك قوي قوي يعني بيحبك قوي يعني؟ عندك كم وزير وكم مسؤول؟ انت بتتصفى، انت عبيط. هو بيراعي الكبار وبيسيبك عشان في مصالح بتعملها قياده الكنيسه، في مصالح كبيره وبزنس مش عايز اتكلم فيها. هات لي بقى كلام الجماعه اللي قالوا، ربما انا غلطان، وهجيب لك من قديمه عشان تعرف الفتنه عند البابا توادروس كما كانت عند من قبله. تحب ابدا لك من قديم ولا الجديد؟ تحب منين يا سعاده المخرج؟ يؤانس، ربنا يؤانس وحدتك يا ابني، اتفضل يا فندم. انا مش عايز اقول ان ان ان, إن قانون بناء الكنائس اللي بتتكلموا عنه ده، قانون بناء الكنائس ينقسم إلى قسمين. القسم الأولاني ما يخص الكنائس القديمة أو اللي بيتصلى فيها. إحنا عمرنا ما كنا نتصور إن هيجي يوم يتم تقنين كل كنيسة تصلى فيها. إحنا 70-80% من كنائسنا أوراقها مش ملهاش قرارات جمهورية. 70-80% من كنائسنا مبنية على أراضي زراعية، أراضي وضع يد، أراضي ملهاش ملكية، ملهاش عقد أزرق. 70-80% من كنيسة.
فالقانون بيقول ان اي مكان تصلى فيه، اي مكان تصلى فيه سيتم تقنينه ككنيسه. اي مكان تصلى فيه بتفاصيل، بس مش وقتها نشرحها لكم. دي ده 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 اقول ايه؟ اصل احنا اللي ما احنا اللي ما احنا اللي شايلين الشيله، احنا اللي شايلين شيله الكنائس، احنا اللي بنروح نقول. والكنائس الجديده القانون القسم الثاني بقى بالنسبه للكنائس الجديده، واحد يقول لك ايه؟ طب افرض قال لك لا، هرفع عليه قضيه. انا مش عايز اقول يعني 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 مش بس الكنيسه بنت على اراضي زراعيه ومخالفه وما لهاش ارض، الارض اللي ما لهاش صحاب دي بتاعت الدوله في الاصل يا سعاده الكنيسه اللي طلع البيان اللي انت مطلعه، انت غلطان. وانا ما طالبش بهد الكنيسه، انا بقول لك ان القانون يمشي على الكل. ده الراجل بلغ في جبروته يؤانس وحدته ربنا يديله العافيه، بلغ في جبروته انه يقول لك ولو الناس رفضت تعمل كده هنرفع احنا قضيه. الله اكبر. ايوه 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 صدق صدق الرسائل اللي بتجي لي عباره عن احنا اللي هنحكم وهنبتكم. والله ده حصل وعندي هذه الرسائل. لا، في جبروت، في جبروت. ده المعلم يؤانس، تيجي لتوادروس، هات توادروس كبير الكنيسه اللي هو بالنسبه لي ما هوش رمز ديني، خلاص احنا متفقين. المسيحيون ابناء الوطن من حقهم يعبدوا ربنا، ايوه، بس انا بجيب المثل عند السيسي اللي ما قدرش يرمس الحته بتاعه الايه؟ الكنائس. مش بقول له هد، انا بقول له ما تلمسش المسجد كما لم تلمس الكنيسه. في فرق كبير جدا يا سعاده الكنيسه يلي كاتب البيان بتاع امن الدوله، يلي جبت الراجل واتصلت بيه وقلت له اعمل بيان دلوقتي عشان زبع والناس بيتكلموا عن، لا لا اهدى اهدى شويه، انا عاوزك تهدى، افهم مين بيدور على مصلحه. ما عنديش معركه مع حد بيعبد ربنا، اوعى تكون. انا يهمني يكون في مسيحي متدين وغني ومبسوط، مش مسيحي بياخد الصدقه زي بقيه الناس، شعب من الاغنياء والكنيسه هي اللي تصرف عليه وفي ممارسات داخل الكنيسه زي ما في ممارسات داخل هيئه الاواف. دي كلها امور سياسيه، امور دينيه لا على عيني. انا لا بطالبك تطبق الشريعه عليك ولا بطالب، انت راجل ليك دينك بتعبد ربنا بيه، قيم الانجيل بتاعك واعبد ربنا زي ما انت عاوز، انت حقك تعبد ربنا، ما قلتلكش لا. انا مختلف معاك اه، بس ده حقك لان ربنا خلقك وسابك. انا ما اقدرش يعني قال ومن كفر فامتعه قليلا، انا لا يعني سيدنا ابراهيم يعني طب الرزق يبقى للناس اللي بيعبدوا ربنا بس؟ قال له لا لا، الرزق لكل الناس. احنا ما نقدرش، احنا ناس مسلمين حق الاسلام وفاهمين. هات لي بقى لايه البابا توادروس قال لك القانون اعاد الشرعيه للكنائس التي بنيت بتصاريح شفويه وبدون قانون. عايز اقول يعني معدل كل يومين ثلاث كنايس اه، فده بتقنن، هي كنايس موجوده وبيصلى فيها لكن بتاخد الشرعيه القانونيه، فده يعتبر معدل رائع وجيد. ثلاث اربع كنايس يعني كل شويه في كل شهر. انا ما عنديش مشكله ان شاء الله يبقى عندك 200 كنيسه، بس انت ما خدتش اذن من الدوله يا توادروس، ما خدتش اذن، ما جيت بقى تعظمها. ده موضوع انا ماليش بقى، ما اقدرش اتحدث في شرعيه الكنائس القائمه الان ابدا ابدا. حلال عليك، حلال عليك بالقانون، ليك مساحه قد كده ليك، انما في دي اديره وكنائس ما زي ما البابا شنود هيقول لك دلوقتي ويسمعك، هيقول لك والناس كانت قاعده تضحك على اغتصاب املاك الدوله. اوعى تفكر ان انا بقول لك كلام، لا هو ما بجيبش حاجه من عندي، اوعى تكون فاكر ان ده مش البابا شنوده، لو مش هو اسال اصحابك وشوف كده شنو ده قال ايه زمان. الدين وضع يده على المساحه من الارض اعتبرها المحافظ انها من اراضي الدوله، وحب يهد السور الذي يهد بالارض. في الحقيقة عايز أقول إن المنطقة صحراء وجبل، يعني ملايين الأفدنة في الصحراء وجبل، والدير لابد له حرم
اللي هو حرم الدير جنب الحرم الجامع علشان يحفظ للرهبان هدوءهم اللي سابوا العالم وانقطعوا في الجبل بعيد. اما من جهة املاك الدولة فدي مسألة احنا نعترف ان دي املاك كل حاجة املاك الدولة، ولكن تيجي بالتفاهم. بعد شوية لما الامور تهدى وحالة التنشن اللي موجودة تنتهي نقول لهم نشتري 150 فدان تانيين. هل اخترعنا ده يا سعادة المخرج؟ ارجوك رد علي. والله بجد والله ده بتاعنا ده ولا حاجة؟ جبنا ممثل؟ اوعى يكون في حد من الجماعة اللي بيعملوا نقرة وضحضرة هم اللي طالعين بالدور ده. فيديو موجود صح؟ والله انت تعرف انا ممكن انزل المخرج ده يطلع يحلف على المصحف ان ده فيديو موجود. صح يا سيد؟ يعني نعمل ايه بقى طيب؟ ده بنعمل ايه؟ قال لك ايه؟ ايوه املاك دولة. ايوه اغتصبناه والتنشن يروح ونتصل بماما امريكا وماما المانيا وبعدين ناخدها وندفع لهم فلوس وخلاص. انا مش انا اللي بقول يا جماعه، اصل انتوا بتقولوا ان انتوا ملايكه وما خدتوش ارض من الدوله، هذا كبيركم اهو اهو. بصوا يا جماعه مره اخرى حتى انهي هذه النقطه، لست ضد بناء الكنائس، حق الناس تعبد ربنا والدوله من جيبنا احنا مسلمين ومسيحيين نبني هذه الجنة. الكنائس دور عبادة تخضع لإشراف الدولة، مش كل واحد يبني دير وماخد له سور كبير ومحدش يعرف إيه اللي بيجرى جوه، زي الجوامع نحط نفس النظام ما عنديش مشكلة. إشراف المساجد والكنائس يخضع لوزارة الأوقاف المصرية، لأن الأوقاف تضم أوقاف مسلمة وأوقاف مسيحية بس. لا تظلموا مسيحيا ولا معاهدا، ما فيش حاجة، لا تاخدوش ما تجبرهمش ان هم يعملوا بيوتهم. انا تكلمت في اطار التمييز الذي قام به السيسي، واللي هو بيقول له ايه لما مره سالوه زمان في 19 فيقول لك ايه السيسي لو عندك غضاضه انك تشوف كنيسه قدامك يبقى فتش في ايمانك، انت مالك خليك في حالك يا غني انت غبي. وحد قال للناس انت ان الكنيسه، انا قلت لك انا متربي في حته الجامع في اول الشارع والكنيسه في اخره. يا جدع ما تعملش نفسك ان انت حامل اديان يا جدع، عيب. قلت لك انا شبرا المحطه دي فيها كنيسه ضخمه جدا وكان في قدامها مخزن بتاع حديد مسلح بتاع حد من الاخوه المسيحيين، عملوه وضموه للكنيسه كده، هو بقى كنيسه تاني والناس ساكته لانه في احتياج، في ناس بتزيد وعاوزين يعبدوا ربنا وهم كمان شايفين انه في ضغط عليهم من الدوله عاوز يعبد ربنا. احبط يا عم. الجامع اللي في شبرا المحطه ما زادش نص متر، نص متر ما زادوش. كنيسة بقت على فرعين عادي يعني، واسألوا بسيط ولا اسألوا مين اسمه ايه، اسألوا الناس اللي في شبرا الخيمة وعندهم ناس لسانهم قد كده يبعتوا له رسائل، يعني ناس ما عندهاش لا دين ولا ملة والله العظيم، يقول لك مش عارف ايه. احنا ده تاريخ. انا ما قلتلكش ما تبنيش، ومش ضد انك وضد ظلمك وضد انتهاك حقوقك زي ما بتنتهك حقوقك، بس كمان ما تطلعيش اكبر راس يقولك ايوه احنا اغتصبنا اراضي الدوله وبعدين تيجي تقول لي انا اللي بعمل فتنه طائفيه. حاشا وكلا، انتم قاده الكنيسه اللي كتبوا البيان دول اذا كان اتكتب في امن الدوله فده يبقوا معذورين، يعني ولو ان ما معذورش حد بقى خلاص وهتكلم في كده، فمفيش داعي ان احنا نتكلم. وبعدين السيسي يقول لك مش عاجبك تشوف الكنيسه، يا ابني احنا نعرف الكنائس قبل منك قبل ما تتولد. الله يخرب بيت ابو دي شغلانه يا غالي، انت لا قريت في تاريخ مصر ولا تعرف تاريخ مصر ولا تعرف تاريخ الاسلام ودخوله ولا تعرف كيف استنجدت الكنيسه المصريه وانبسطت جدا بدخول عمرو بن العاص، وكيف انه حتى ما مدش ايده في 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 بيت او كنيسه ياخدها، وكيف ان الست قالت له مش هديك البيت بتاعي عشان تعمله جامع، ورفعت الامر سيدنا عمر بن الخطاب. يا جماعه في ايه يا جماعه؟ كل ده مفهوم. نحن لا نجبر ذا اهل الذمه ولا المسيحيين لانهم اهل وطن واحد. هو انا جيت في يوم من الايام قلت لك حط الطلاق بتاعنا الطلاق اللي في الشريعه الاسلاميه عندك طبقه عندك ما تطبقوش؟ انا جيت قلت لك اعمل الجواز عندي، ده انت ما بتقبلش الجواز المدني لحد دلوقتي، ومع ذلك انا ما عنديش، انا احترم ما تؤمن به رغم اختلافي معه، وانا اعبد الله واتعبد اليه بان اقول ان موسى نبي وعيسى نبي وأن أقول أن سليمان نبي وداود نبي، رغم أنه في التوراة أو المسيحي اليهود لا يرون لا داود ولا سليمان أنبياء، يراهم ملوكا.
نحن نقول عليه الصلاة والسلام. ما تقعدوش تشتغل نفسك كده. الجواب ده بتاع أمن دولة. ولو شاطر عاوز تكمل هات كلام الشيخ البابا شنودة ورجع رجعه. إذا هو ما قالش قول بقى قول الله يرحمه مطرح ما راح ها غلط. إنما أنا إحنا ما جبتش حاجة يا ابني من عندي. أنا لا أقدم شيئا من عندي نفسي ولا أحب ذلك وأبغضه. أنا قلت في إطار أنه لا يجرؤ أن يلمس كنيسة لأني وراها من يحميها بس بس. وأيوة أيوة اغتصاب للأراضي بابا شنودة قال لك أيوة أرض مملوكة للدولة وبنينا عليها سور والمحافظ كان عاوز يهده ومنعناه. أيوة يا عم هنا قلت لك حاجة. محافظ اللي كان عاوز يهده في محافظ النهاردة محافظ البحر الأحمر بيقول لك هنهدها على دماغ الناس وعلى حساب الناس. يعني في جبروت هذا الهدم. لا أعرف بقى هيبقى في بيوت مسلمين وبيوت مسيحيين ولا مسلمين بس مش عارف. بس في النهاية في هدم على دماغ الناس. هدى السيسي اللي كان بيقول لك إيه لو عندك غضاضة تشوف إن الكنيسة قدامك. الكنيسة إيه اللي عندنا غضاضة؟ إحنا نعرف الكنيسة ونعرف المسيحيين ونعرف العالم ده كله قبل ما حضرتك تتولد. وأنت ما عندكش فكرة عن الدين أصلا. يعني ما عندكش والله ما عندك فكرة عن الدين. الكنيسة إيه اللي يا بني آدم افهم الكنيسة إيه؟ ده في دير اتبنى في شبرا في طريق المصانع في شبرا خيمة دير كبير ولا حد عمره جه. ودخلت أنا الدير ده وكان في ناس ميتة رحت حضرت دخلت المكان معاهم كانوا جيراننا. دخلت المكان وشفته حاجه واسعه جدا ولا حد كان بيتكلم عنه ولا ومعرفش الدير ده كان مصرح بيه ولا لا. الدير اللي على طريق بجام عادي ولا حد في الشعب فاضي يسال في المسائل دي ابدا ولا ده في دماغ الشعب. الشعب عنده حاجات تانية هقول لك عليها معلش. هات السيسي. لو انت عندك غضاضه عندما ترى كنيسه قدامك انت تفتش في كمال ايمانك. انت مالك انت مالك انت تخليك في حالك عسى انك انت تنجو يوم القيامة بنفسك امام الله. فخليك بس امين على دينك انت مش على دين الاخرين. دين الاخرين لو انت عندك غضاضة طبعا كلام فارغ وتافه ملوش اي لازمه. ما حدش لا عنده عداء مع الكنيسه ولا مع المسيحيين ولا مع. وهنقعد نحكي في قصص وزملائي وتربيتي والمنطقه والمدرسه وحنا اللي كان معانا واللي كان ومش عارف اسمه ايه الثاني مازن اللي كان معانا في الكتاب وكان الشيخ يقول له انت مسلم ولا مسيحي يقول له صعيدي يا استاذ وكان بيحفظ القران. اقول لك حاجه كتير يعني بلاش الكلام ده. الشعب ده شعب عظيم والارض دي احتوت كل من عبد الله فيها تم احتواء. هو صاحب بلد المسيحي له في مصر زي المسلم له في مصر بس قانونه الدستور وخلاص. طيب خلينا نرجع بقى للجزء اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. في معرفش انا الفيديو بتاع محافظ البحر الاحمر معانا ولا لسه معانا. ده مهم. في لقطه مهمه وهقول لك ايه اللي ممكن يحصل بعد كده بس بعد ما اوريك الفيديو ده. ده قانوني الازاله تتم على حسابه على حسابه على حساب الشخص. طبعا انا وسيادتك هدفعه ثمن اللوادر اللي انا دخلتها ويزيل على حسابه. لا ما هو هيدفع الثمن يعني. طبعا نعم. طبعا سيادتك ده قانوني الازاله تتم على حسابه على حسابه على حساب الشخص. طبعا خلي بالك بقى هنا احنا دخلنا في الجد. ده لواء وبيجيب يقول لك الازاله هتتم على حسابه. يبقى بتهد بيته وبتدفعه ثمن الازاله وبتقعده في الشارع وبتهينه وبتمسح كلامه. وده لواء وبيقول لك انا باخد مدير الامن معايا هناك.